أهلا وسهلا بكم في كلاجيماوه تي فاو. كلاجيماوه تي فاو هي الأخبار التي لا تعرض في الإذاعات المحلية. موضوعنا اليوم حلف الناتو وحبه للخراب. الوسيلة هي استعمال ذخيرة الأورانيوم. أفغانستان وليبيا لم يهدموا فقط، قوات الناتو وطائراتهم استعملوا ذخائر الأورانيوم التي تخرق الباطون وكأنه زبدة. هذه القنابل تلوث المدن التي تقذف فيها بالأشعة النووية، وهذا هو مخططهم، أن يقضوا على شعوب بأكملها عن طريق الزمن. وكذلك 30-40% من العساكر الذين يتعاملون مع مادة الأورانيوم هم أيضا مصابون بالأمراض التي تسببها هذه الأشعة. إن عساكر الناتو مع نقابتهم أوروميل معارضين عن استعمال الأورانيوم، ولكن مطالبهم لا تؤخذ بعين الاعتبار، ولذلك يبقون على استعمال هذه الذخيرة المبيدة. وفي سنة 2008 اجتمعت منظمة الأمم المتحدة، وقد تم طرح عدم استعمال ذخيرة الأورانيوم. 144 بلداً صوتوا من أجل عدم استعمالها، 4 بلدان صوتوا ضدهم، وبهذه الطريقة لم يتم منع استعمال ذخيرة الأورانيوم. هذه البلدان الأربعة هم الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، وإسرائيل. ودام مساؤكم كلاجيماوه تي فاو.